موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال الشيخ السعد رحمه الله: يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم، وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مكرهم. فقال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، أي فاتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا في ديننا، فإننا نضمن لكم الأمر ونحمل خطاياكم. يقول: هذا الأمر ليس بأيديهم، فلهذا قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لا قليل ولا كثير. فهذا التحمل ولو رضي به صاحبه فإنه لا يفيد شيئا، فإن الحق لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه، وحكمه ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قد يتوهم منه أيضا أن الكفار الداعين إلى كفرهم ونحوهم ممن دعا إلى باطله ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم ولو كانوا متسببين فيه. قال محترزا عن هذا الوهم: ولا يحملن أثقالهم، أي أثقال ذنوبهم التي عملوها، وأثقالا مع أثقالهم، وهي الذنوب التي بسببهم ومن جرائهم، يعني تسببوا فيها أو دعوا إليها. فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصة منه، هذا لأنه فعله وبشرة، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه. كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة، وللداعي أجره بالتسبب. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي من الشر وتزيينه وقولهم: ولنحمل خطاياكم. في الآية فوائد: أولها، ينبغي على أهل الإيمان الحذر من أهل الكفر والإشراك، فإنهم لا يتركونهم وشأنهم، بل لا تزال الحرب قائمة بين الحق والباطل. أهل الباطل يريدون إفساد الحق وأهله، فتارة يدعونهم إلى دينهم، وتارة يشككونهم في دينهم الحق بالشبه الباطلة، أو ينشرون الفواحش والشهوات بين أهل الإسلام لصرفهم عن الالتزام بأحكام الدين. وهنا صورة من هذا الأمر: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وهذا قد يكون في أصله دعوة إلى ترك الإسلام كلية وجملة، أو ترك بعض الإسلام وبعض أحكامه وعقائده. ولنحمل خطاياكم، يوهمونهم أنهم إن اتبعوا سبيلهم وكانت عليهم خطايا فهم يتحملونها عنهم يوم القيامة، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل إنسان يحاسب على ذنوبه وأعماله، إلا من دعا غيره إلى الكفر والشرك أو فعل المعاصي والموبقات، فإنه يتحمل ذنوب نفسه ويتحمل تلك الذنوب التي فعلت بسببه وبدعوته، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه. فهذا الداعي إلى الخير
له ثواب هذه الدعوة وله ثواب من قام بهذه الدعوة وعمل بما دعي إليه. كذلك الداعي إلى الإثم عليه إثم نفسه وعليه آثام الذين اتبعوه في ذلك، كمن أدخل الأصنام مثلا في بلاد العرب ثم عبدت بعد ذلك، وكمن يغير الشرائع ويدعو الناس إلى القوانين الوضعية وترك الأحكام الشرعية، فهؤلاء عليهم آثامهم وآثام من اتبعهم، كأول امرأة مثلا دعت إلى التبرج وترك الحجاب وهكذا. وهذا من عدل الله عز وجل، من تمام عدله. لذلك قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا ليس ظلما، وإنما لأنهم تسببوا في هذه الخطايا لذلك تحملوها والعياذ بالله تعالى. أيضا في الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، كما عند مسلم. وهذا يدعو الإنسان إلى الحذر، أن يكون داعيا إلى الخير متقيا ومتجنبا الدعوة إلى الشر، سواء كان أبا أو كان واليا أو حاكما أو له سلطان في مكانه، فإنه إذا دعا إلى الشر وإلى السنن السيئة فاتبعها الناس كان ذلك ذنوبا جارية تحصل له حتى بعد موته والعياذ بالله تعالى. ليحذر كل واحد منا في أهله في بيته في أولاده أن يكون من هذا الصنف، فتكون عليه ذنوبه وذنوب من تبعه وعمل مثل عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.